بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. كيف تحصل في أقل من 5 دقائق بعد كل صلاة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثواب عتق 5000 رقبة، ويرفع لك يرفع لك في الجنة 5000 درجة؟ حالكم يعني ايه دلوقتي درجة في الجنة؟ وتأخذ 500 جبل من الحسنات، أو تأخذ 500، يكتب لك 500 قيراط، القيراط مثل أحد. طبعا غير المناقب التي لا تحصى للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده في أقل من 5 دقائق بعد كل الصلاة. علي البراء بن عازب رضي الله عنه قال، قال عليه الصلاة والسلام، والحديث ده هقول لحضراتكم الأدلة بتقوي هذا الحديث: من صلى علي صلاة كتب الله له بها 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له بها 10 درجات، كانت له بعدل عدل عتق 10 رقاب، كانت له بعدل بعتق 10 رقاب. الحديث ده ايه اللي بيقويه؟ حديث موقوف صحيح على سيد موقوف على سيدنا ابو بكر. يعني حديث موقوف يعني ايه؟ يعني احد الصحابه قال كلاما بس لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من كلامه هو. طبعا سيدنا ابو بكر الصديق افضل من افضل الصحابه، هو افضل الصحابه على الاطلاق، افضل الامه على الاطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه في حديث موقوف صحيح عليه: الصلاه على النبي افضل عند الله من عتق الرقاب، مش من عتق رقبه واحده. الحديث ده يقوي حديث البراء بن عازب ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم الواحده بس بعد لعتق عتق 10 رقاب من ولد اسماعيل. طب انت لو انت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاه، بعد كل صلاه مكتوبه مثلا 100 صلاه، ومش هتاخد منك 5 دقائق، بصيغه يسيره جدا حولها حضرتك: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي، وتكررها. انا قلت انا صليت 6 مرات اهو، في ال 100 مره دول مش هياخدوا منك 5 دقائق والله. ايه الثواب العظيم انت هتاخده؟ اولا كأنك هتاخد ثواب عتق 5000 رقبة 100 مرة بعد كل صلاة، يعني 500 مرة في اليوم، يعني كل واحدة منهم بعدل عتق 10 رقبة، يعني كأنك اعتقت 5000 رقبة. تاني حاجة هيترفع لك 5000 درجة في الجنة. طبعا الناس يعني ما تعرفش يعني ايه درجة في الجنة. درجة في الجنة كل واحد منا له درجة، الدرجة دي عبارة عن ملكه في الجنة، قصوره، البساتين بتاعته، الحور العين، الولدان المخلدين، الأنهار، كل ده محصور في الدرجة بتاعتك. الرسول صلى الله عليه وسلم له درجة خاصة بيه اسمها درجة الوسيلة، ودي قمة الفردوس الأعلى. قمة الفردوس الأعلى اسمها الوسيلة. في درجة بعدها على طول اللي هي درجة سيدنا إبراهيم عليه السلام الخليل، لأن هو أفضل خلق الله بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا إبراهيم أفضل خلق الله. بعد ما تنتهي الدرجة بتاعت سيدنا إبراهيم تيجي درجة سيدنا موسى عليه السلام. بعد درجة سيدنا موسى سيدنا عيسى. بعدين بعد كده سيدنا نوح. كل واحد منه له الملك بتاعه وله الدرجة بتاعته. شوف بقى لما ترفع لك 5000 درجة يعني تقترب من النبي صلى الله عليه وسلم 5000 درجة. بعد سيدنا نوح في خمسة في 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 20، هناك 20 نبيا ذكروا في كتاب الله أنبياء رسل. بعد كده في 124 ألف نبي مرسل، نبي غير مرسل، ربنا اصطفى منهم 313 نبي. بعد كده تيجي درجة سيدنا أبو بكر، بعدين سيدنا عمر بن الخطاب، بعدين سيدنا عثمان بن عفان. هي دي معنى كلمة درجة، هيترفع لك في الجنة 5000 درجة. شوف الثواب العظيم، في إنسان عاقل ده هذا الثواب في 5 دقائق بعد كل صلاة: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي، جمع للصلاة والسلام والبركة كمان. ما فيش داعي بقى للصيغة الإبراهيمية لأنها شاقة وطويلة. عايز تصلي بالصيغة الإبراهيمية تصلي بس طويلة، هتاخد منك وقت. احنا عايزين نعد أكبر عدد من من الصلوات في أقل وقت. يعني يبقى الحاجة الثالثة 500 قيراط، يعني 500 جبل جبل أحد. الحديث ده صححه ابن حبان وحسنه الامام السيوطي، وفي واحد ثالث من ثالث كمان حسنه. فاذا هو حديث صحيح. كتير اكتر من الناس ما تعرفوش، يعني الحاجات اللي بقولها دي دلوقتي يعني اكتر الناس بتعرف ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وربنا بيصلي بيك عليك بيها 10. لا، ده في روايه ان ربنا بيصلي عليك 70 صلاه، وفي روايه ب 100 صلاه. اذا الثواب يتفاوت حسب اخلاص الشخص، شخص اخلاصه في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انت لو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مره بعد كل صلاه هتاخد كمان 500 جبل. عارفين جبل
الرسول صلى الله عليه وسلم كتب الله له من صلى علي صلاة، عن علي بن أبي طالب، من صلى علي صلاة كتب الله له بها قيراطا. القيراط مثل أحد، قيراط يعني جبل حسنات زي جبل أحد، يضرب بقى في 500 ب 500 جبل، يبقى 5000. كأنك أعتقت 5000 رقبة، كأنك تصدقت، كأنك يرفع عليك في الجنة 5000 درجة، يتزيد في ميزانك، أو ميزانك يتحط فيه 500 جبل زي جبل حسن. ده غير طبعا المناقب التي لا تحصى للصنع بها صلى الله عليه وسلم، مناقب لا تحصى. أولا اللي بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا عنده فرصة أكبر بكتير للوصول للفردوس الأعلى، حتى لو كان عمره ما وصلوش للفردوس الأعلى. ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لناس، هيشفع للناس شفاعات عامة، لكن له شفاعات خاصة للمكثرين عليه في الصلاة. فواحد واحد الجنة فيها 100 درجة، بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض. كل درجة هتشوف الدرجة، هتشوف القصور تحت الدرجة اللي فوقها، زي ما احنا بنشوف النجوم في السماء. يعني شوف احنا بنبص في السماء بنشوف نجوم وكواكب. الناس اللي في الدرجة الأدنى هيبص اللي فوق درجة رقم واحد، هيبص على الناس اللي في درجة رقم اتنين، هيشوف نجوم وكواكب. لكن هي في الحقيقة هي القصور بتاعت الناس اللي في درجة رقم اتنين. والناس اللي في درجة رقم اتنين هيبصوا فوق يشوفوا نجوم وكواكب، دي القصور بتاعت الناس اللي في درجة رقم تلاتة. لغاية ما توصل لدرجة رقم 100 اللي هي مفيش في حاجة فوقها غير العرش. في ناس هتبقى عملها مش هيحصلها، عملها محدود مش هيوصلها للفردوس الاعلى. لكن هو كان له حظ كبير من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، بيصلي عليه مثلا 100 مره بعد كل صلاه، 200 مره. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعرف المصلين عليه اسما اسما واحدا واحدا، ان في ملك خاص بيه على قبره يوصل له عدد الصلوات ديت ويقول له فلان من المسلمين صلى عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعرف المسلمين خاصه الذين يصلون عليه واحدا واحدا باسمه، فيقول يا رب فلان وفلان دول كانوا بيصلوا عليا كتير، عايزه معايا، يوم يرفع اترفع من الدرجه 50 او 60 يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. في حاجه، في شيء افضل من كده؟ لما تصل الفردوس الاعلى، اللي بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كتير له فرصه اكبر بكتير انه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. في ناس كتير لم تحظى برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك ليه ده؟ صلى عليه كتير، ستصل صلاتك الكثيره الى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطه ملك، فيحبك الرسول صلى الله عليه وسلم فياتي لزيارتك في منامك. وطبعا زياره النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رآني فقد رآني، فان الشيطان لا يتمثل بي، من رآني وجبت له الجنه، حرم الله عليه النار حتى ولو مره واحده. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثني، سواء رؤيه حقيقيه او رؤيه في المنام. بعد ده في حديث من صلى عليه 1000 صلاه لم يمت حتى يبشر بالجنه. بيجي ملك مخصوص يبشرك بالجنه بس انت مش بتسمعه. في حديث تاني من صلى عليه 1000 صلاه تزاحمت كتفي وكتفه على باب الجنه. يبقى يتصل الفردوس الاعلى ولا مش هتصل الفردوس الاعلى؟ ده فضلا عن المغفره. ان سيدنا ابي بن كعب يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول اني احب الصلاه عليك، فكم اجعل لك من صلاتي؟ ان لي دعاء بالليل او لي صلاه بالليل، واني احب الصلاه عليك فكم اصلي عليك؟ قال له افاجعل لك الربع من صلاتي؟ قال له ان شئت وان زدت فهو خير لك. يبقى اذا الرسول بيستزيده. يبقى وانت ما بتصليش خالص مالكش ورد، افاجعل لك الشط الثلث؟ قال له ان شئت وان زدت فهو خير لك. يبقى الرسول بيستزيده ولا مش بيستزيده؟ اجعل لك الشطر؟ قال له ان شئت وان زدت فهو خير لك، يعني اعمله له زود. افاجعل لك الثلاث ارباع؟ ان شئت وان زدت فاجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. قال له اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. اذا تكفى همك ويغفر ذنبك، يبقى مغفره الذنوب صغائر وكبائر، ويغفر ذنبك كبائر وصغائر. ربنا يكفيك الهموم. طب يكفيك الهموم ازاي؟ شوفوا فيها الحديث ده يصح حديث تاني، من صلى علي 100 صلاة فرج الله عنه 30 كربة من كرب الدنيا و70 كربة من كرب الآخرة. كل ذنب بنعمله احنا من الكبائر دي كربة. أولاكم أكثركم أقربكم مني موضعا أو موطنا في كل صلاة أكثركم علي صلاة. يعني إيه أقربكم مني موضعا؟ يعني تطلع من القبر في يوم المحشر تجد الرسول صلى الله عليه وسلم سريعا، وتكون في الوجب بتاعه مع الصحابة. يبقى كل ما تكسر من صلاه النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تكون قريب منه في كل موضع، زي موضع الصراط، موضع صعب جدا جدا جدا.
يبقى موضع عند تطاير الكتب، عند الميزان، عند العرض على رب العالمين سبحانه وتعالى، عند السير على الصراط، عند القنطرة، مراحل صعبة جدا. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بجانبك في كل مرحلة، أقربكم مني موطنا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. طبعا لما تكون قريب قوي من النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر، بمعنى أنك تصل سريعا إلى الجنة وتكون من أهل الفردوس الأعلى وتكون من السابقين. فشوف بقى مناقب لا تحصى. أنا عشان حتى لو أطيل عليكم أكثر من ذلك، فيبقى اللي أنت ما تعرفوش إنك أنت لو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة بعد كل صلاة، ومش هتاخد منك أكثر من 5 دقايق، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي، وتكررها مثلا، هتاخد 100 جبل حسنات. الجبل كجبل أحد، تصور بقى الميزان يبقى عامل إزاي يوم القيامة، مش 100 جبل، 500 جبل، لأن كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقيراط أو كده، كأنك أعتقت 5000 رقبة، كان يرفع لك في الجنة 5000 درجة، 5000 درجة. فمناقب عظيمة جدا. فيا ريت اللي ما بيصليش يصلي كل يوم، واللي بيصلي يكسر يكسر، لأن هتقل ميزانك، هتصل إلى الفردوس الأعلى. تصور بقى لما تعتق كل يوم 5000 رقبة، عارفين الرقبة، رقبة لو في رقبة دلوقتي بتباع، هتباع بكام؟ لو في واحد مسلم، انت بدل ما تبيعه وتاخد ثمنه، اعتقته لوجه الله، يعني كأنك تصدقت بثمنه. لو قلنا ثمن العبد 100000 جنيه، يبقى كأنك تصدقت بنصف مليار جنيه كل يوم في الميزان يوم القيامة بلا مبالغة. يعني الإنسان لما بيعتق رقبة تعتق رقبته من النار، ده انت هتقعد كل يوم هتعتق 5000 رقبة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 500 مرة في 5 6 دقايق بعد كل صلاة، في 5 6 دقايق بعد كل صلاة. فأنا هحاول أكتب لكم الكلام ده في الوصف بتاع الفيديو، نسخه وانشروه، نشر هذا العلم في ثواب عظيم، لعل علما فإنه أجر من عمل به يوم القيامة. ننقذ ذلك المؤمنون، شاهدوا الشوش، تفعيل الجرس، وأشرقوا القناة، لسلكم كل جديد، وساعدونا على الشرح. قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.